مرحبا بكم متتبعي مسلسل الأسيرة، شاهدوا أبرز أحداث حلقة 303 مترجمة للعربية، وفضلا منكم لا تنسوا التشجيع باللايك والمشاركة في قسم التعليقات، وكذلك لا تنسوا مشاهدة الحلقة للنهاية. وفي بداية الحلقة بعدما سمعت هيرا كلام عفيفة بدأت تفكر، وكذلك تخيلت كلامها لها في كل مرة أنها لا تناسب أورهون ولا تقبل بها ككنة مهما فعلت، وكانت هيرا تتخيل كل مواقف عفيفة اتجاهها مهما حاولت إرضائها بكل الطرق، وعادت من خيالها وقالت يا الله ساعدني في اتخاذ القرار الصحيح. ومر الوقت وكانت هيرا ما زالت تفكر في الغرفة، ثم أتى إليها موسى وقال لها أختي هيرا ما بك؟ هل لديك أي طلبات أو احتياجات مني؟ قالت له لا ليس لدي أي شيء، ثم قال لها تبدين متعبة من كثر من غمست في شؤون السيدة عفيفة، ما الأمر؟ هل أنت بخير؟ قالت له لا فائدة من إضاعة الوقت، سوف أقوم بما يجب القيام به. قال لها ماذا سوف تفعلين؟ قالت له أنا أعلم، ثم ذهبت وتركته. ومر الوقت وكانت نورشاه تتذكر كل تلك المعاناة التي عاناها كنان، ثم اتخذت قرارها بأن تتصل بعفيفة وقالت لها عفيفة ماذا حدث؟ ماذا هناك؟ لماذا اتصلت؟ قالت لها نورشاه كنت أفكر فيما فعلته بنا بالأسابيع الماضية، وأفكر كيف يمكن لأم بأن تفعل مثل هذه الأشياء لأبنائها، كيف وصلت إلى هذا الحد بصحة فتاة صغيرة. قالت لها عفيفة عليك أن تجدي جواب، وأنت سبب في كل هذا، لقد تجاهلت كلامي. وأتت هيرا ووقفت لكي تسمع، وقالت لها نورشاه أشكر الله كل يوم أنني لست مثلك، وأنا ممتنة لأني لست قاسية وانتقامية مثلك. وقالت لها عفيفة هل اتصلت لكي تخبريني بذلك؟ قالت لها نورشاه لا لم أتصل لهذا، لقد اتصلت لكي أخبرك أنك فزتي، لقد أدركت أنه لطالما لم أنفصل عن كنان فلن تتركي أي شخص بمفرده. وكانت عفيفة سعيدة بهذه الأخبار، وبعد ذلك نظرت على أن هيرا كانت أمامها، وبعد ذلك نظرت إلى هيرا وهيرا كانت تنظر إليها وشعرت بالخوف، ثم ذهبت تركض إلى مكتب أورهون. وعندما دخلت هيرا للمكتب كانت تنظر إلى أورهون وقالت له كان معك حق السيدة عفيفة، لن أتمكن من إقناعها. وبعد ذلك قال لها أورهون ماذا يعني؟ قالت له لنتزوج، وأصبحت عيون أورهون كلها قلوب، وكان سعيد جدا وقام من مكانه واقترب من هيرا وقال لها دعنا نتزوج، يعني هل أنت قلت هذا أم أنا سمعت خطأ أليس كذلك؟ قالت له لا بل نعم دعنا نتزوج، وكان أورهون سعيد جدا. وفي هذه الأثناء كانت نورشاه تقول لعفيفة لا أستطيع رؤيتك الآن، ولكنني أستطيع أن أتخيل نظرات النصر على وجهك. قالت لها أنت سعيدة للغاية أليس كذلك؟ مرة أخرى تمكنت من تدمير حياة الناس بسبب جشعك. قالت لها سوف أنفصل من كنانة ولكن أحتاج لبعض الوقت، ليست لدي وسيلة أخرى. وقالت لها عفيفة لماذا تحتاجين إلى الوقت؟ قبل يوم أو يومين وبعده وهكذا الفراق. وقالت لها نورشاه هناك فتاة صغيرة تحتاج إلي، قد لا تكون هذه الأشياء مهمة بالنسبة لك لكنها مهمة جدا بالنسبة لي. وقالت لها حسنا فليكن، ثم قالت لها ولن تستغرقي الوقت الكثير. قالت لها نورشاه إذا كشف كنان أنني انفصلت عنه بسببك فلن يسمح لي بالرحيل أبدا، ويجب أن أجد طرقا أخرى لإقناعه، سيكون حزين جدا وسوف يتأذى بشدة، ولكن بعد أن يتخلص منك يمكن أن يكون سعيد مع نفس مرة أخرى. قالت لها عفيفة أعلم أنك تريني مثل وحش ولكنني مجرد أم تحاول حماية ابن أبنائها. قالت لها نورشاه هذا ما كنت أعتقد، أنك تفعلين أي شيء لحماية أبنائك، ولكن لا يمكنك حماية أي شخص عن طريق كسر قلوب الناس وتدمير كل شيء. ورغم هذه الكلمات كانت عفيفة سعيدة جدا بفوزها ولا تأبه إلى حزن نورشاه. وبعدها كان أورهون سوف يطير من الفرحة وعيونه لامعة ويقول لهيرا يعني انتهى العد التنازلي، تغيير مباركة والدتي يعني قرار نهائي، سوف تتزوجينني وتكوني زوجتي. وقالت له نعم. قال لها مغامرتنا الجميلة تشبه مسار العوائق، كل مرة قررنا الزواج حدث شيء ما،
عقبة تلو عقبة، لم يكن الأمر سهل بدونك، ويمكن أن أشعر بالإحباط وأقول أشياء سخيفة. كانت هناك أوقات انحرفت فيها بوصلتي، لكن البوصلة التي بداخلك أظهرت لنا النور حتى في أحلى الأوقات، ولا أستطيع أن أقول أن كل شيء سيكون مفروشا بالورود. هذه هي الحياة، ومن يدري ماذا سيأتي في طريقنا. الله وحده يعلم ما هي الاختبارات التي علينا اجتيازها. الحياة لا تعد أحد بورد بلا شوك، ولكن هناك شيء أعرفه، لطالما أنت بجانبي يمكن للحياة أن تطلق العنان لأشواكها علي، ومن الآن فصاعدا سأقاتل لمنع دمعة واحدة من السقوط من عيناك. سوف أستمر في حماية عائلتنا وهي تنمو. والآن سأقول لك مرة أخرى، هل سوف تقبلين الزواج بي؟ قالت له نعم. وبعد ذلك كان أرهون يضع يده على قلبها وقال لها سينبض هذا القلب دائما من أجلي. قالت له نعم، أساسا كان دائما ينبض من أجلك وسوف يظل كذلك من الآن فصاعدا. وقال لها أليس لديك أي شيء تريدين أن تقولينه لي؟ قالت له لا، إذا كان الأمر كذلك فلا أستطيع التفكير فيه. قالت له الكلمات غير كافية في الوقت الحالي. قال لها حسنا تمام، أخبريني عندما تفكري في ذلك. وبعد انتهاء عفيفة من مكالمتها لنورشاه، قالت لها السيدة نورهان عزيزتي عفيفة، لقد أصبح وجهك مشرقا وسعيد بعد انتهاء مكالمتك مع نورشاه، هل سمعت أخبار سعيدة؟ قالت لها نعم، لقد سمعت أخبار جيدة. وبعدها أتت إيفا وقالت لها سيدة نورهان، لقد كان لدي اجتماع ولم وأجله. قالت لها نعم، العمل هو أول شيء. ثم قالت لها لقد سمعت على أنك أصبحت شريكة مع أرهون، ستكون شراكتكم جيدة جدا وناجحة، أنا متأكدة من ذلك. قالت لها إيفا شكرا لك، وأنا كذلك متأكدة. وكانت تنظر إلى عفيفة. وكان أرهون يتحدث مع صالح وقال له أكتب ما أقول يا صالح، أخبر منثر وسيلين بما قلته، دعهم يحلون الأمر ويخبرونني. ثم بعد ذلك قالت له هيرا، هل هناك مشكلة في العمل؟ قال لها أرهون لا، ليس هناك أي شيء، لا تقلقي، كل شيء بخير. وبعد ذلك قال لهيرا، أليس لديك ما تقولينه لي؟ وقالت له لا، على الأقل في الوقت الحالي. ثم قالت له هل تعتقد أنني يجب أن أقول شيئا لك؟ قال لها لا أعرف، ولكن في بعض الأحيان تكوني عاجزة عن الكلام ولا يمكنك قولها حتى لو كانت على طرف لسانك، لذا أعتقد ربما أنت لا. ثم قالت له لا يوجد أي شيء لم أخبرك به وأخفيته عنك. وقالت له هل سمعت شيء من شخص ما؟ قال لها أعلم أنك لا تخفي أي شيء، ولكن أنا. ثم قالت له هيرا ولكن أنت. ثم رن الهاتف وقال لها لابد أن أجيب، يتعلق الأمر بزفاف. وبعد ذلك كان يقول حسنا تمام، هل فعلت ما قلته؟ اتصل بأماكن الزفاف الموجودة في القائمة التي أرسلتها لك وتحقق من التواريخ المتاحة، إذا كان هناك مكان فاتني أضيف. حسنا أرسل لي بقية الرسائل. وأقفل الهاتف. ثم اقتربت من هيرا وقالت له أعتقد أننا سوف نقيم حفل زفاف صغير وبسيط. وقال لها أرهون كان ذلك في الأيام الخوالي، الآن تغيرت الأمور، هذه المرة كل شيء سيكون على طريقتي، سوف نتزوج في حفل زفاف يليق بك، كل ما يجب القيام به سيتم القيام به، كل ما يجب أن يقال سيقال. وبدأت هيرا تتخيل كلمات أرهون لها عندما قال لها لا يمكنك قولها حتى لو كانت على طرف لسانك. وبعد ذلك كانت تقول له ماذا تقصد بما يجب أن يقال؟ هيا قل لي. لم تجب، أنت تتكلم بالألغاز، أنت تتصرف كما لو كان لدي شيء لأقوله لك، والآن أنت على وشك أن تقول لي شيئا. وقال لها أرهون نعم، هناك حقيقة لم أخبرك بها بعد. ثم قالت له نعم، ما هي؟ قال لها لا يمكننا التحدث هكذا وأنت واقفة. وقالت له هيرا هيا قل لي ما هو؟ قال لها سوف أنتظر في الوقت المناسب. قالت له ولكن ألن تقول لي؟ قال لها الآن أحتاج إلى العمل، سوف نتحدث لاحقا. وبعدها خرجت هيرا، كانت مشوشة الذهن. وبعد ذلك دخلت برهان إلى عفيفة وقالت لها فيدات سوف يخرج من السجن، وأعرف أن الأشياء التي قام بفعلها لا تغتفر، وعلى أن أرهون لن يسمح له أبدا. قالت لها عفيفة أتعرفين هذا إذا جيدا؟ قالت لها نعم معك حق، ولكنني أبقى أم. وقالت لها عفيفة ماذا تريدين؟ قالت لها أتمنى أن تساعديه، ليس لديه أي سقف يؤويه، لقد ندم كثيرا لدرجة أنه لا يريد أي شيء مني. قالت لها
هيا قولي ماذا تريدين يا برهان؟ قالت لها أطلب منك مساعدته ككبيرة العائلة، إنه بدون أكل ولا مأوى. وقالت لها عفيفة فيدات ارتكب أخطاء كبيرة. وبعد ذلك فقدت الأمل برهان، ثم بعدها قالت لها عفيفة نحن عائلة وسوف أتحدث مع أورهون لكي يساعده. وكانت برهان تقول لها أنا حقا أشكرك جزيل الشكر على فعلتك هذه، لن أنسها أبدا. ولكن برهان كانت تنظر إليها بنظرات كلها غدر وانتقام. وبعد ذلك كانت هيرا في الحديقة تفكر في كلمات أورهون، وبعدها نظر إليها موسى وقال لها ما بك يا أختي؟ ما بك؟ لماذا تفكرين هكذا؟ قالت له لا أفهم لماذا يتصرف معي هكذا. قال لها هل هو خاص بأورهون؟ قالت له نعم، قال لي شيئا لكنه في نفس الوقت لم يقل شيئا، وقال على أن هناك أشياء مهمة للغاية كان عليه أن يقولها قبل أن نتزوج، ولقد أصريت عليه كثيرا لكي يخبرني ولكنه لم يخبرني. وقال لها وثم ماذا قال لك؟ قال لا، قالت له لقد قال لي في الوقت المناسب سوف أخبرك. ثم قال لها نعم لقد علمت، إنه أمر غريب حقا. قال لها لا تفكري بشكل سلبي، ربما يعود لك مفاجأة. قالت له ولكن وجهه لا يوحي للمفاجأة، يجب أن يكون شيئا خطيرا. وقال لها موسى ربما يمكن أن يكون لديه طفل يخفيه عن الجميع. وقالت له هيرا ماذا تقول يا موسى؟ لو كان لديه طفل ماذا يخفيه؟ هو ليس من هذا النوع من الرجال ولا يترك بدون أب. ثم قال لها لك حق، إنه عادل جدا. ثم قال لها موسى ربما أصبح فقيرا وأصبح مفلس. المهم موسى عندما تستعين به هيرا. وكانت هذه هي نهاية الحلقة، لا تنسوا التشجيع بلايك وشكرا.